الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكد خبراء اقتصاديون أن العراق لا يزال يعتمد على الاستيراد في أغلب احتياجاته في ظل انعدام الانتاج المحلي من جراء استمرار إهمال الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 للمصانع والمعامل. وبحسب الخبراء فإن ما يقارب 90% من احتياجات العراق تدخل من الخارج، بينما يشكو أصحاب القطاع الخاص والصناعات المحلية من إهمال الجهات المعنية لمناشداتهم بدعم مشاريعهم وتفعيل دور القطاع الصناعي لتعديل وضع الاقتصاد في البلاد. أعلنت وزارة الزراعة في العراق أنها ستراجع خطتها الزراعية هذا العام بالاعتماد على تحديثات الأمطار. وقال وزير الزراعة الحالي عباس المالكي إن حجم الأراضي في خطة عام 2024 المصادقة عليها في مجلس الوزراء كانت 4 ملايين دونم بالنسبة للأراضي المعتمدة على الآبار، و1.5 مليون دونم بالنسبة للأراضي المروية، مبينا أن الوزارة ستراجع الخطة منتصف الشهر المقبل في حال سقوط أمطار وزيادة التدفقات المائية. حذر رئيس البنك الدولي أجاي بانجا من أن الحرب بين الاحتلال الصهيوني وحركة حماس يمكن أن توجه ضربة خطيرة للتنمية الاقتصادية العالمية. وقال بانجا إنه يعتقد أن ما حدث مؤخرا في غزة سيكون تأثيره على التنمية الاقتصادية أكثر خطورة، مضيفا أن عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات تجاوز 5% لفترة وجيزة يوم أمس. ارتفعت عوائد السندات العالمية في أمريكا أجل 10 سنوات فوق 5% بعد أن تجاوزت العتبة الرمزية الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عام 2007 قبل أن تتراجع يوم الثلاثاء. وانخفضت العائدات على السندات بعد أن كشف بيل أكمان من شركة بريشينغ سكوير أنه قام بتغطية مركزه المكشوف للسندات، واستقرت عوائد السندات الأمريكية يوم أمس على أقل من 5% على الرغم من أنها ظلت بالقرب من أعلى مستوياتها في 16 عاماً. تراجع أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية، إذ وازنت علامات على تقلص الإمدادات الأمريكية إثر بيانات اقتصادية أضعفت توقعات الطلب على الطاقة. وخسرت العقود الأجلة للخام برنت 6 سنتات لتصل إلى 88 دولاراً للبرميل، في حين تراجعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتاً لتصل إلى 83 دولاراً و60 سنتاً للبرميل. وأفادت أرقام صادرة عن معهد البترول الأمريكي بانخفاض إمدادات الخام الأمريكي بنحو 2,700,000 برميل في الأسبوع المنتهي في 20 من شهر تشرين الأول الجاري. وقبل الختام نذكركم بأسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وبأسعار المعادن. نهاية الموجز، نلقاكم بحول الله.